موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. أعلنت لجان مقاومة الجريف شرق التصعيد الثوري المفتوح وإغلاق كوبري المنشية اليوم الثلاثاء بسبب استمرار الاختفاء الغامض لعضو لجان المقاومة في المنطقة محمد إسماعيل لأكثر من 30 يوما. وقال بيان صادر عن لجان المقاومة إن التصعيد سوف يبدأ اليوم الثلاثاء بإغلاق كوبري الجريف شرق من الساعة 7 مساء إلى الساعة 11 مساء، ودعت اللجان المواطنين لاتخاذ طرق بديلة. أعلنت لجنة التمكين إنهاء خدمات 56 قاضيا و26 وكيل نيابة بينهم رؤساء نيابات. وقررت اللجنة إنهاء خدمات 28 عاملا بمجلس الوزراء و10 من العاملين بمفوضية اللاجئين السودانية بجانب 24 بهيئة الإمدادات الطبية و361 من العاملين بالمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلوماتية. وصف والي ولاية وسط دارفور أديب عبد الرحمن قرار تعيين مني أركم الناوي حاكما لإقليم دارفور بالمستعجل. وتوقع أديب أن يتسبب قرار تعيين مني أركم الناوي في عرقلة خطوات السلام مع حركة عبد الواحد محمد نور، موجها انتقادات لعمل لجان التمكين قائلا إنها تركز على قضايا ليست من الأولويات. وصل الخرطوم اليوم الثلاثاء الرئيس الإريتري أسياس أفورغي في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه فيها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الإريترية. وأكدت صحيفة الصيحة نقلا عن مصادر موثوقة أن الغرض من الزيارة هو إجراء تحركات للتوسط بين السودان وإثيوبيا فيما يلي ملف سد النهضة، فضلا عن بحث ملفات التعاون الثنائي والملفات الإقليمية ذات الأهمية المشتركة. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.